أو المتغربين أنه هذول ما بينقلوا الأحاديث إلا من أسانيدها، أما نقل المتن ما بيشتغل فيه. أنا كنت أقول ولا أزال أقول توثيق الرجال الأصل فيه نقد المتون، يعني توثيق الرجال قائم على ركيزتين: الأولى عدالة الراوي، وهذا هو الشرط الوحيد في الشهود، إذا أرادوا أن يشهدوا على شيء لا بد ما يكونوا عدول، والعدول هو كل مسلم ظاهر الصلاح فهو عدل، هذا شرط في كل راوي، لكن لا يكفي فيه، لابد ما يكون يزيد على الشاهد أنه حافظ ضابط. فالعدالة تعرف من انطلاق هذا المعدل من حياته، لكن ضبطه وحفظه لا يظهر إلا من سبر محفوظاته. ولذلك علماء الحديث لما بيحكموا على الراوي بأنه ثقة ما يعنون أنه عادل فقط، ولذلك قالوا في تعريف الحديث الصحيح: ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى آخره. أي كيف يعرف ضبط هذا الإنسان؟ في دراسة متونه. فإذا علم نقد الأحاديث والأسانيد قائم على نقد الأحاديث والروايات من حيث متونها، وليس كما يقول الجهلة. هل لي فتح لي باب التذكير بهذه؟ وطالما ذكرنا أن هون في ثقات ابن حبان بقصة أنا دائما بذكرها في بعض المناسبات، مثل مناسبة أمس وسفر من فضل. هون في ترجمة هشام ابن كامل شو بيقول: شيخ يروي عن يزيد بن هارون، لم أرى في حديثه، هون الشاهد، لم أرى في حديثه ما في القلب منه إلا شيئا حدثني به حبيب بنسى بلد هذا، حدثنا هشام ابن كامل إلى آخره. كل من فوق هشام ابن كامل أولهم يزيد بن هارون ثقة من رجال الشيخين، كذلك من فوقه. هذا المؤلف ابن حبان صار في نفسه شيء في هذا الراوي، لأنه روى القصة التالية: وإن اعتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليله. شو بيقول؟ فلما حملت الجنازة قام في المقبرة فقال: السلام عليكم يا أهل البلاء، أموالكم قسمت، دوركم سكنت، ونساؤكم نكحت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ فهاتف هاتف من خبر وعليك السلام، ما أكلنا ربحنا، وما قدمنا وجدنا، وما خلفنا خسرنا. كلام رائع وجميل، لكن يظهر عليه سوء
السنة يظهر عليه انه كلام مركب. لذلك قال هذا الحافظ: لم أرى في حديثي ما في القلب منه إلا شيئا حدثني به فلان إلى آخره. هذا من كل سنة في المثل، ما من كل سنة. لهذا